مساء الخير عليكم وعلى كل من شاهدنا عبر هذه التغطية الخاصة على قناة MBC. احنا الآن متواجدين في جبل الرحمة، يوجد هناك العديد من القصص داخل هذا المستشفى، هذا المستشفى اللي أتت إليه القوافل الصحية سواء من المدينة المنورة أو حتى من داخل المشاعر المقدسة لإكمال مناسك حجهم والوقوف في يوم عرفة. احنا في هذا المستشفى تقدم العديد من الخدمات للمرضى المتواجدين حتى إتمام حجهم وعودتهم إلى بلادهم بكل يسر وسهولة. راح نوريكم قصة من القصص الموجودة داخل هذا المستشفى واللي تقف اليوم في جبل الرحمة، في مستشفى الرحمة. أهلا وسهلا بك، أول شيء عارفينا باسمك. أهلا بك الحق نادية. نادية أنت فين جيتي؟ فين جيت؟ منين؟ بالمدينة. أنت تعبتي في المدينة المنورة؟ أول ما نزلت قعدت يدوك هما يومين، وبعد كده قال لي بقى إيه، التهاب من الجو السخونية والبرودية وكده، التهاب جامد في صدري، ما كنتش اعرف. رحت على الفندق لقيت نفسي جت لي سخونيه جامده، ما حسيتش غير وانا في المستشفى. ايش اللي صار معك؟ كنت تعبانه قوي بترهش. وجيتي من المدينه على بالاسعاف الى هنا؟ لا، ده بعد من المدينه بقى ما عملوا معايا عمايل لا توصف بصراحه. انا قعدت 4 أيام 5 أيام في المدينه، وجابوك بالقافله الصحيه عشان توقفين يوم عرفه. قعدت فقدت الامل بقى ان انا هحضر الحج والله. بصيت لقيتهم قالوا لي حاجه ناديه خشي خدي حمام وبتاع عشان هنوديكي لمكه. بقول لهم بجد هحضر الحج؟ قالوا لي والله هتحضري الحج. قلت لهم طيب على بركه الله، كنت فكري ان انا هموت هناك ومش هحضر الحج والله. انت كم لك تستنين الحج؟ 10 سنين بقدم، كل سنه اقعد استنى النتيجه. السنه دي هنسافر، ما تجيش سنه، لا اطلع عمره ابرد ناري شوي وبعد كده اقابل تاني، لغايه ما جت السنه دي وديني برضو ما حضرتها شو. ولما تعبتي توقعت انك ما حتكمل الحج؟ والله. ايش الخدمات اللي قدمت لك نادية؟ والله جميلة، خدمات فوق الوصف، وناس واخلاق وادب واحترام. عن شعورك الان، انت اليوم في 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 يوم عرفة جنب جبل الرحمة تقفين. بيقولي جنب ده قصادي على طول هنا. صحيح. بجبل الرحمة بقول لهم عايز انزل اشوف، قال لي ده هو قصادك، انت قاعدة في قلبي. تدعي ان المكان اللي انت فيه. تدعي المكان اللي انت فيه. عشان مش هستحمل برضو الجو. ايش شعورك انك اكملتي مناسكك؟ لا والله الحمد لله، الف حمد وشكر لك. وانا كنت اطيله والله، ما كنت طايله يا ابني والله. الحمد لله، الحمد لله اللي جابني لغايتين، ربنا بس يتقبل. وعدوك باكمال المناسك وعلى مينا وحتكملي مناسكك. ان شاء الله ان شاء الله، اسكن لي يا عمر ان شاء الله. الله يعطيك طيله العمر والصحه والعافيه. ربنا يكرمك يا رب. شكرا لك، شكرا لك. خيرك. مش عايزه اقول لك بقى الناس اللي هنا اخلاقهم والحاجه، يعني الخدمات فوق الوصف. احنا في خدمه ضيوف الرحمه والله العظيم فوق الوصف. ربنا يا رب يكرمهم ويزيدهم ويديهم الصحه والعافيه. قادر يا كريم، والدكتوره كمان تعبت معانا قوي. الله يتمم مناسككم بكل خير ويسر. الله يخليك يا حبيبي. يعني مشاهدينا الاعزاء، الحاجة نادية هي قصة من القصص الموجودة في مستشفيات وزارة الصحة في مشعر عرفة. هذولا الحجاج اللي تعرضوا إلى وعكة صحية سواء في المدينة المنورة أو في جدة أو حتى في مكة المكرمة، وتم نقلهم عبر القوافل الصحية إلى المستشفيات الموجودة في مشعر عرفة لإتمام مناسك حجهم، ثم بعد ذلك نقلهم إلى مزدلفة وإلى منى حتى عودتهم إلى بلادهم وهم بصحة وعافية.